الأرنب نمرة 7 ظهرت عليه أعراض السرطان. نمرة 7 آخر حقنة خدها يوم 12/7. كان لازم تبان عليه الأعراض قبل كده. قول للدكتور صادق يحقنه بالمصل الجديد. حاضر. يا دكتور صادق، دكتور أحمد بيقول لك احقن الأرنب نمرة 7 بالمصل الجديد. ليه يا سيدي؟ عشان ظهرت عليه النهارده أعراض السرطان. سرطان؟ والله هيفضل يعمل تجارب في سرطان لحد ما جيلنا احنا سرطان. احنا على كل حال وصلنا لنتيجة مش بطالة. التجارب دي عاوزالها سنين مش 6 أشهر. ابقى يا بني لو نجحت بعد 6 سنين. ده كلام فارغ. انا مش فاهم معمل ادوية ايه اللي يجبره يعمل تجارب وهباب زي دي. ذنبه ايه الراجل المسكين عشان يضيع فلوسه؟ فلوسه اللي جمعها من البرشام والقطرة اللي عملتها لنا. يجي سي احمد ويقول له نعمل تجارب وهباب ونيلة. طب يا اخي وانت زعلان دي؟ مدام صاحب المعمل عاوز كده. عزوز بيه راجل على نياته، واحمد عامل له البحر طحينة، مفهمه ان التجارب دي لما تنجح هيكسب ذهب. ذهب فاضل. وادي النتيجة يا شيخ. بلاش كلام فارغ مفيش فايدة. 3.6 برضو التجربة ما نفعتش يا دكتورة. مش ممكن، ده احنا ضعفنا الكمية. يا اخي ريح نفسك شوية. من الساعة 8 لحد دلوقتي الشغل ده شيء كتير قوي. ده ما تغداش كمان. هانت يا جماعة، انا عندي امل كبير ان التجربة تنتهي النهاردة. اسمع يا صادق، زود شوية من 17. حاسب يا صادق، انت هتحط قد ايه؟ 2 cc. لا يا اخي ده خطر قوي، بعدين يحصل انفجار. تحط 1 بس. ادينا ارنب نمرة 7. هنحقنه تاني؟ تاني وتالت ورابع وخامس. اي فلوس رايحة في الهوا. وعايز يفهم عزوز بيه انه بيتعب وبيشتغل علشان يعمله مدير المعمل. اما ايه كده بعده؟ بكرة ربنا يرزقه بواد فهلاوي يتجوز الهام بنت عزوز بيه ويبقى الكل في الكل. وخلي التجارب دي تنفعه. ايوه على رايك. اللي ترضى عنه الهام يرضى عنه عزوز بيه. ربنا يرضى عنا. ايش وصلك انت؟ دي حاجه عايزه ترتيب ونظام وتكتيك. احقن يا حبيبي احقن. خلاص يا دكتور صادق. ايوه يا دكتور خلاص. او ما تاخدش منه الاماره زي ما يكون صاحب المعمل. تعرف ده لو انسان عنده ضمير يبطل التجارب دي كلها ما دام ما فيش فيها اي نتيجه. ايه يعني هي المسألة مسألة فلوس ووقت بيروح في الهوا؟ أنا مستحيل أسكت على كده. أنا لازم أفهم عزوز بيه على كل حاجة، وإذا ما كانش فاهم أنا هفهمه. أنت أنت أنت. لا لا مؤاخذة يا سعادة البيه. لو كنت تنوب هنا؟ لا مؤاخذة. جاتكم البلا، مفيش حد فيكم قلبه على الشغل. لا مؤاخذة يا سعادة البيت. نهارك سعيد يا عزوز بيه. دقيقة واحدة يا اخوي. يا سلام سلم، يا حلاوة، يا أرض اشتدي ما عليكي أدي. نعم يا دكتور صادق يا فندم. لو سمحت لي بخمس دقايق أكلمك في مسألة مهمة. خمس دقايق؟ 10، 100. أنا النهاردة مبسوط قوي خالص، حاسس إني شارب إزازة ازازة الدواء مقوي. سعادتك عارف ان ربح المعمل من القطرة والششم والحاجات اللي زي دي؟ يعني هو انا فاتح المعمل ده علشان المكسب؟ فتحه غية غاوي فتح معامل. ما انت عارف انا كان عندي معمل حلاوة طحينية صحيح، لكن يكسب ذهب. كان يورد للبلد كلها حلاوة لكن معتبرة قوي، اشي بالجوز وشي باللوز وحلاوة بالزبيب وحلاوة بالفستق. قفلته مخصوص علشان افتح معمل الادوية، حكم انا احب الادوية، اموت في الادوية. طبعا سعادتك عارف ان بقالنا 6 أشهر بنشتغل في المعمل ليل مع نهار في التجارب بتاعت الدكتور احمد دي. الله يسهل لكم. لا من حق. هو فين الدكتور احمد؟ انا بقى اليومين ما شفتوش، مع اني متعود اشوفه كل يوم 3 مرات بعد الاكل عدل. في الواقع انا عايز اقول لسعادتك ان التجارب دي التجارب ما احنا فيها اهو.
دكتور احمد. افندم. تسمح تيجي عندي شوية في المكتب علشان تاخد لك كوباية كوباية ملح فواكه؟ هلا. تعرف الجواب ده جاي منين؟ جاي من مصلحة البكتريولوجية. تعرف يقولوا فيه ايه؟ انهم متكيفين قوي من التجارب دي. الحمد لله. والله يا بيه انا جاي اقول لسعادتك كده. احنا تعبنا في التجارب دي قوي. ما هو انت اصلك ابن حلال مصفي. احمد تعالى يا حبيبي تعالى، خش لي بالحضن خش. انا النهارده الدنيا مستيعاني. خد اقرا الجواب ده، بيقولوا النتيجه مرضيه. مرضيه ولا مرضيه؟ ربنا يستر يا سعاده. اهو دلوقتي قلبي حصل له اطمئنان، عرفت ان فيه رجاله اعتمد عليهم وعلى راي المثل، ادي العيش لخبازه ولو ياكل نصه. خد حل وانت حل وانا حل. مبروك يا احمد. والله بيتعب روحه كانه صاحب المعمل تمام. مين؟ مش احمد؟ امال ما هو احمد ده الاسبرينه بتاعتي اللي تضيع اوجاع مخي والام مفهومياتي. ابن حلال تمام زي مرهم الزنجو، تحطه على الجرح يبرد وانت راخد. والله من شويه كان بيمدح لي فيك ويشكر لي في اخلاقك. متشكر يا صادق، ما هو البركه فيك برضه. عن اذنكم اتفضل يا ايوه جاي. ايوه اهو. ايوه مين يا فندم؟ الدكتور احمد. الدكتور احمد بيه موجود. الست الوالده. هلو. اهلا امي. الله والله الوقت فاتني عجل. كان عندي شغل كتير. لا 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 جاي حالا. سعادتك ما تنساش النهارده عيد ميلادي. وهي دي حاجه تتنسي يا ابني؟ يا ريت لك كل يوم عيد ميلاد. بس يا خساره، عامل رجيم. لا ما تخافش، انا عامل لك حاجه بسيطه كده، كرومي بس وشويه فراخ وحاجات. لا حاجه حلوه قوي. القناعه كنز لا يفنى، وعلى راي المثل يا ابني بصله المحب. دي كرومي وشويه فراخ. ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. كنت فين يا سي احمد لحد دلوقتي؟ حضرت المبلغ يا بشير. الغريب الخارج الناطق تالي للمرحوم والدك طبعاً كان دايما يرجع. كان دايما يجي متاخر. ايه كانت ايام. ابن حلال خد الكلام من بوجي. بقى كده يا احمد، الساعه بقت 6:30 كل يوم بالشكل ده. حالا حال يا امي. اظن ما انت قاعد من غير اكل لحد دلوقتي. والله ميت من جوع. طب تعالى نشوف الصفقه. ربنا يخليك وتوضبي لي كل سنه. انا عايز اوضب لك الحفله الكبيره، حفله فرحك. حقيقي يا امي عاوزاني اتجوز. ده كل منايا. طب دي مساله نفكر فيها، بس عاوزك تاخدي بالك من عزوز بيه، تعملي له ديكرومي لوحده. لوحده؟ طب والهام بنته؟ دي مساله تانيه برضه نفكر فيها. والله برافو عليك قوي يا امي. برافو على اللي عملته. برافو على اللي عملته. مين اللي عملته؟ ان كنت شاطر قول مين. دي ايد واحده ست، وست حلوه كمان. شامم ريحه بنفسك تبقى الهام. يعني من غير البنفسج ما تعرفني؟ وضبت في البراندة يا الهام. خلاص يا تيت. احب اشوف. دي حته هاديه لوحدها، يمكن حد من الضيوف يحب يقعد في الهواء. لا انت ست بيت مدهشه. تفتكر؟ انا متاكد. تعرف الجنينه دي لازم تتغير. بعدين ابقي غيري فيها زي ما انت عاوزه. بعدين امتى؟ الليله دي بعد العشاء حفاتك عزوز بيه في المنظر. ايوه استنى عليه لما يملى بطنه يقوم يوافق على طول. بس انا ليا شويه طلبات. اولا حمام السباحه في الجنينه. احنا هنقضي شهر العسل في سويسرا، وعلى بال ما نرجع نلقاه جاهز. وهعمل لك حوالين الحمام سور. سور عالي قوي. علشان ايه؟ عشان محدش يشوفك. وليه محدش يشوفك؟ لاني مش مستعد كل يوم اضرب واحد بالرصاص. انت بتغير؟ اللي يحب لازم يغير. انا بغير قوي. لحم الديوك الرومي احسن انواع لحوم الطيور، وعلى راي المثل مش كل طير يتاكل لحمه. والديك الرومي ولا مؤاخذه يا دكاتره، لحمه مليان فيتامين A B C ح ح ح ح.
صحيح اللي هياخد حق. انا عاوزك تعمل لنا شويه كده انها موجوده. انا حاسس ان تحت سنتي في حته فيتامين هندي. انتوا بتتكلموا ولا تاكلوش؟ احنا هناكل في العزومه الكبيره بقى لما ربنا ينجح احمد وتنتهي التجارب على خير. لا 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 لا، العزومه دي تبقى عندي انا، انا صاحب المعمل، وعلى راي المثل جحا اولى بلحم طور. انت بتعزمي علينا وانت دي ما بتاكليش؟ والله القلب تعدي شويه يا عزوز بيه، وكل ما اكل لقمه زياده المعده تضغط على القلب. ها عندك القلب؟ انا عندي دواء في المعمل مخصوص عشان القلب، اسمه ايه يا احمد الدواء اللي كنت وصفته لصاحبك؟ كامل بيه عبد السلام الله يرحمه، كان عنده وجع القلب. ما تاكل يا عزوز بيه. دي انت واخد بالك مني قوي، تكونش عاوز زياده هي؟ لا عاوز اثبت. واخد بالك عاوز يتثبت؟ ها ولا حاجه، ما نعطلكش. ايه الفستان الشيك ده؟ ميرسي. لا يا عليكي خالص. صحيح انت ما بتضربيش تليفون ليه؟ مشغوله. في كل ما اضرب لك تليفون تقولي لي مشغوله، كل ما اكلمك تقولي لي مش فاضيه. الهام انت لسه زعلانه مني؟ يا انت لسه فاكر؟ نسيت يا الهام، نسيت الايام الجميله، نسيت الفسح. هو انا عقلي دفتر؟ بتضحكي دلوقتي. انت لازم تعالي يا الهام، انت في احتياج لشاب مخلص بيحبك تتجوزيه ويسعدك. عندك حق برضو، انا فكرت في كده. الهام يا عزوز بيه، عندنا تركيبه صغيره عاوزين ناخد رايك فيها. هو دلوقتي وقت تركيبة يا احمد يا ابني؟ ولسه دهومي راكب على معدتي؟ لا دي تركيبة في صنف تاني. انا والهام اتفقنا ان احنا نخلط البنفسج على السبرتو، يا ترى سعادتك توافق؟ الله انا عمري رفضت لك حاجة للشغل يا احمد. موافق قوي. عال عزوز بيه موافق وانا موافق واظن سعادتك موافق. ايه طب وهي ايش دخلها في الشغل؟ ايش دخلها ازاي يا سعادة البيت؟ هي الشغل. اقول لي كده بعد كده تبقى هي روح البنفسج وانت السبرتو، مش كده؟ مظبوط. يا لهليبه كده اتريك يا اخويا واحنا قاعدين نتعشى جوه تقول لي كل كل، وعلى راي المثل اطعم الفم تستحي العين. يا امين هانم تعالي، عندي خبر يفرح قلبك ويطيب قلبك كمان، ده احنا بقينا قرايب. الف مبروك. الله 100,000 حلاوه بالفل. ربنا يطمن بخير. انا هاعلن الخطوبه دلوقتي حالا. ما بلاش دلوقتي، ده الاصول يكون في بيتنا. ما هو احنا برضه في بيتنا يا عبيطه يا نجيه. يا روحي اسمعوا يا جماعه، فانا سعيد جدا 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 اني اعلن لكم الرشده اللي ركبناها دلوقتي. بس محدش كان ينتظرها. والله انا فرحان قوي للدكتور احمد والعزوز بيه، وهلاقي احسن من الدكتور احمد فيه. بكره يكتب له المعمل باسمه وهو محتاج. انت راجل غني ومبسوط يا لو كان عنده بنت تانيه كنت اتجوزتها انت يا صابر. ايوه فعلا فعلا. مبروك يا الهام هاني. لا عرفتي تختاري مين مات. مبروك يا احمد. لما تشكر اسمحوا لي بقى، انت عارف لازم اسافر الصبح بدري على السويس علشان اخلص الاجهزه اللي في الجمرك. ما خليك شوية يا صادق، انت عارف الصحيان بدري. يا لا سيبه يا احمد، عقبال عندك يا صادق يا ابني. ما تنساش تخلي بالك قوي من الصناديق وتاخد معاك الفواتير والبوالص. عندي في المكتب هاخدهم دلوقتي. واهو كذلك. Thank you.
ايه ده؟ انت نايم على ودانك؟ انت هنا فرضيه شغل مش فرضيه نوم. يلا روح هات وافتح المكتب اهو. يلا كبيرة ان شاء الله لما ننتهي من التجارب دي باذن الله. تعرف ان انا متاكد بان النهارده هنصل لنتائج مدهشه قوي ان شاء الله. احنا المره اللي فاتت حطينا قد ايه؟ 10%. نزود الكميه شويه يمكن النتيجه تيجي اسرع. نجيه وهات الأوائل سليم يا رب يا رب. إن شاء الله سليمة. شدة ونزول. والله أحمد ما يستاهل كل ده. إيه الحكاية العجيبة دي؟ الفعل الانفجار ده حصل؟ والله يا صادق يا ابني لا أنا عارف ولا حد عارف. أنا رجعت دلوقتي من السويس رحت على المعمل وبعدين العمال قالوا لي على الخبر المحزن ده. الله لا يعيدها بقى. وما تجيش إلا في أحمد اللي يستاهل كل خير. ما هي العادة كده، المؤمن من صاد. لكن المحققين ما عرفوش سبب الانفجار ده ايه؟ هيعرفوا منين يا ابني؟ دي الترابيزة باللي عليها كلها اتحرقت، هي لازم غلطة في التركيبة. ما افتكرش ان احمد يغلط غلطة زي دي. احمد كيمائي ممتاز. ربنا عاوز كده. اطمني يا هاني، اطمني. لازم يستريح شوية ولا حدش يزعجه. تفتكر الحالة خطيرة يا دكتور؟ والله احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يعني مش ممكن نعرف النتيجة؟ كلها اسبوع او اسبوعين او ثلاثة ونقدر نفك الرباط ويبان كل شيء. اطمئني خلاص، الدكتور بيقولك ان المسألة بسيطة. يلا بينا يا جماعة، الدوشة على العيان مش كويسة. طيب. على اذنك. طيب. اضربي لي تليفون لما يخيب، لما البنج يروح. كتر خيركم. متشكر. لا الحمد لله. الحالة في تقدم مستمر.
واحمد بيه بشجاعته وصبره بيساعدنا على تقدم الشفاء بسرعه. احمد بيه مثال الصبر والاحتمال. وكيل النيابه كان عايز يسالك بعض اسئله وانا كنت قلت له اجلها، لكن يظهر انهم مستعجلين، واظن ما فيش مانع انه يسالك دلوقت. خليه يتفضل. وهو كذلك. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلامتك يا احمد بيه. انا اسف قوي لكن. العفو. اتفضل. اسمحوا تسيبونا شوية روح هنا. دكتور صادق. انا عايزك. عايزني انا؟ يمكن احتاج لك بكم سؤال. انا تحت امرك. حط عندك. حاضر. والله انا ما شايفه لزوم للتحقيق ده كله. الدقه في الامور دي احسن. مين عارف ولاد الحرام كتير. ها ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اما اخش اشوف وكيل النيابه عم. انا مش عارفه ليه طولوا قوي في التحقيق ده. مش فاهم. تحقيق ملوش اي مناسبه. المعمل اتحرق ولا فيش اي اثر. وهو معقول يكون حد عمل مخصوص كده في احمد؟ ابدا، كلهم بيحبوه ومحدش يكرهه ابدا. انا لو كنت موجود ما كانش حصل حاجه من دي بالمره. دكتور صادق اتفضل. عن اذنكم. اتفضل. انت مصر على اقوالك يا احمد بيه؟ ايوه يا فندم. ده اللي هيترتب عليه نتيجه التحقيق كله، والنيابه يهمها انها تضع ايدها على المتهم مهما كانت صفته او مركزه. انا فاهم ومصر على اللي قلته. اذا مفيش قدامنا غير الدكتور صادق. انا بعد اللي سمعته من الدكتور احمد ومن الشهود اتضح لي انك انت الشخص الوحيد اللي يمكن تقدر تدلنا على الحقيقه. بمناسبه ايه؟ انا ما كنتش في مصر يوم الحادث. بصفتك زميل للدكتور احمد اللي يهمه قبل غيره مصير. بصفتي زميل للدكتور احمد تهمني سلامته قبل كل شيء. مفهوم. لكن انت قلت في التحقيق ان قرب النار من الانابيب يمكن يكون السبب في الانفجار، في حين ان الدكتور احمد اثبت بعدها عن الانابيب. والله دي حاجه ما اعرفهاش لان ما كنتش موجود. تفتكر ان واحد من المساعدين يمكن يكون اخطا في تركيب المواد وده كان السبب في الانفجار؟ ما اقدرش اكد لان النار اتلفت كل شيء ومفيش مواد نقدر نفحصها. لكن انت اثبتت في التحقيق انك كنت في المعمل قبل الحادث بالليل. يجوز انك تكون فحصت الانابيب و... انا قلت اني ما فحصتش الانابيب ابدا. انا رحت المكتب بس علشان اخد بعض الاوراق. مفيش حاجه تانية تحب تقولها؟ لا. ولا انت يا دكتور احمد؟ لا مفيش. اذا نبقى انتهينا من التحقيق. انا اسف جدا لازعاجك يا دكتور احمد، وان شاء الله نسمع عن خروجك من المستشفى عن قريب. سلام. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. خلاص يا حبيبي. ايوه خلاص يا وحش. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. امال فين الهام؟ ما جاتليش امبارح. الله، هي ما جاتش؟ اصلها بين عندك تعبانه شويه. ليه عندها ايه؟ الحادثه يا كبدي يا بنتي اثرت عليها قوي. هي هتيجي ولازم تيجي. ما يحوشهاش عندك الا الشديد القوي. لا والله اصلي متضايق شوية. من ايه؟ كنت في المستشفى بزور احمد. والله الواحد لما بيشوفه بالشكل ده. ازاي النهارده؟ احسن. انما انا خايف عليه من الحادث ده. خايف لبعدين وشه يتشوه، خصوصا والدكتور مش مطمني ابدا. انا ما رحتلوش النهارده. عملت طيب انك بعدت نفسك عن جو المرض والمستشفيات والحاجات اللي تضايق دي. انا زهقت بقى. والله وانا كمان. يظهر مش هقدر اروح له الا الاسبوع الجاي. هو هيخرج امتى؟ هيفكوا الرباط يوم الحد. يوم الحد؟ خير ان شاء الله، نتيجة كويسة. Thank you.
الحمد لله اللي جت على كده. كلها كم يوم ولا بلاش اصلا. الحمد لله. لا شوية مراهم تضيع. انت فكيت كل الاربطة يا دكتور؟ ايوه. لكن ليه الدنيا ظلمة؟ افتحوا الشبابيك ولعوا النور. انا مش شايف حاجة ابدا. ولا يحرمك من نور عينيك. ربنا ما استجابش دعاه، حرمت من نور عينيا. ما تقولش كده يا حبيبي، انا عندي امل. امل؟ هو انا بقى فاضل لي امل؟ فاكره يوم ما قعدنا هنا في الحته دي نحلم بالمستقبل والسعاده اللي هنشوفها بعد ما نتجوز؟ كان عندي امال كتير، لكن خلاص حكم عليا باني اعيش سجين. ارجوك يا احمد، حتى جين اسعد وهنا مني. المسجون عايش بين اربع حيطان، اما انا عايش في ظلام ما شوفش فيه حتى الحيطان. المسجون اللي السلاسل التقيلة مكبلة رجليه شايف الارض اللي تحتيه بخط الخطوة وهو مطمن، اما انا لما اجي خطي خطوة احس اني تايه غرقان، واني يمكن اقع في اي لحظة وتكون دي الخطوة الاخيرة. كفايه يا احمد، حرام عليك، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. الناس كلها تحلم بالنهار اللي هيطلع عليها بعد الليل، الا انا عايش في ليل طويل ملوش نهايه. ما تنساش رحمه ربنا وعدله، مين عارف يمكن تصبح تلاقي نظرك رجع لك ونتجوز ونحقق كل املنا. نتجوز؟ لا يا الهام، انا مرضاش. ايه ذنبك تعيشي على امل ويمكن ما يتحققش؟ ليه تقضي طول حياتك ممرضة لواحد اعمى يتعكز عليك ليل ونهار؟ ليه تضحي بحياتك وشبابك علشاني؟ يا سلام يا احمد، انت فاكر اني انت حرة من دلوقتي، تقدري تعتبري ان الخطوبة مفسوخة. لكن انا ما فكرتش في كده ابدا، الا اذا كنت انت ما بقتش تحبني. انا بحبك من كل قلبي، علشان كده عاوز اعفيك من الخطوبة اللي بينا. لكن انا مش عايزاك تحفيني منها. الهام، انا مش عاوز حبك ليا يتحول لشفقة. الشفقة في الاحوال دي مؤلمة للنفس. احمد ما تقولش كده، كفاية كلام في الموضوع ده. اشكرك، انت امل واحدة شفتها. تعرفي لو كنت وافقتي على فسخ الخطوبة كنت بقيت اتعس واحد في الدنيا. يلا بينا. تعبناكم معانا. تعبكم راحة يا ست الهاني، هو الضفر يطلع من اللحم؟ ده احنا عيلة واحدة. صحيح احنا عيلة واحدة. اسمح لي عزوز بي اهنيك ببنتك الهام، دي انبل واحدة في الدنيا. اهدى كله، اهدى كله. انا من شوية عرضت عليها
اني اريحها من مسؤولية الحياة وياي ونفسخ الخطوبة، لكنها بكل كرم ونبل رفضت. الا ترفض؟ طبعا ترفض، دي ترفض قوي يا احمد يا ابني. انا متشكر قوي يا جماعة، العطف اللي الواحد بيلاقيه وهو في المحنة بيخفف عليه ألمه. انا من شوية كنت فاكر اني بقيت تقيل عليكم، لكن دلوقتي اتأكدت ان بين اهلي واعز الناس علي. متشكر يا احمد. والله يا صادق يا ابني انا بقول بزيادة علينا مصاريف وبلاش الاختبارات بتاعت السرطان ده لان مفيش فايدة. والله يا عزوز بيه التجارب دي مش بتتم في يوم واحد، وعلى العموم ارجوك اديني فرصة زي ما اديتها لاحمد. يا حبيبي مفيش فايدة، احنا على رأي المثل عملنا زي اللي رقصت على السلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت حسوا بيها. اسمعي انت لازم تروحي النهاردة لاحمد. بكرة؟ لا انا بقول النهاردة يعني النهاردة. يعني حبكت النهاردة؟ لا يا روحي ما حبكتش، انما بس يعني بقالها زمان ما راحتلوش. والله انا كمان ما شفتوش من يوم ما خرج من المستشفى، واعتقد ان اي واحد عنده احساس ما يجيلوش قلب يشوفه بالحالة الفظيعة اللي هو فيها دي. وساعدت البيع عايزها تربط نفسها جنبه وتشتغل ممرضة. الساعة ولا الساعتين اللي بعدهم معاه ببقى حطق. مسكينة يا بنتي، ولا بختك مايل زي بخت امك. احنا كلنا طبعا مقدرين ظروف احمد، والله قلبي بيتقطع لما بشوفه. ده ما عندوش الا انه محبوس وعايش في الضلمه، لما تخليني هموت من العيال. يا ندمتي بعد الشر عليكي يا بنتي، ان شاء الله اللي يكرهك تموتي. انتوا ايه عايزين تموتوا لي بنتي ولا ايه؟ يا وليه ما تخليش عقلك ناقص، مش هي اللي وعدته بالجواز ولما حب يفك الخطوبه ما رضيتش وطلعت نبيله واخلاقها كريمه؟ ليه وانا ما عنديش دم؟ كنت عايزني اجرح احساسه. اه كان كلام. والله يا عزوز بيه عنده حق، اقصد يعني لازم تفهموا احمد الحكاية على حقيقتها، لكن دي صدمة كبيرة قوي علشانه. وانا ذنبي ايش طول عمري ركز لواحد اعمى؟ انا واثق ان احمد بني ادم ومش ممكن يخطر في باله انه يحرم واحدة زي الهام من هناها وسعادتها. ان كان عايز واحدة علشان تخدمه او في ستات كتير. سكت ليه ما بتردش؟ مش هرد ولا حاجة، اعملوا اللي تعملوه، حكم الاخلاص ما بقالوش سعر الايام دي، وعلى رأي المثل ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه. الو مين؟ احمد؟ ده احمد بيسأل على الهام، اقول له ايه؟ اقول له انها عيانة. عيانة؟ يا عيانة يا احمد يا ابني، عيانة وراقدة ومكلفتها في السرير كده عيانة بايه؟ عيانة بقول لك يعني كده متحكينة قوي خالص ونايمة خالص. متشكر يا ابني، سألت عليك العافية. يعني ما لقيتش حاجة تقولها له غير العاية؟ وانا جبت حاجة من عندي؟ ما انتوا اللي قلتولي اقول له كده، انا ما اعرفش اكذب، انا ما اعرفش شغل التلات ورقات بتاعك وده. على كل حال اول ما اشوف هقول له على كل حاجة. باي. يلا بينا. يلا بينا. ما قالكش عندها ايه؟ لازم الصدمة اثرت عليها، مسكينة، انا كنت السبب. وانت بيدك حاجة يا احمد؟ انا خايف لك، كنت تعبان قوي. بعد الغدا اروح اشوفها واطمن عليها. يلا نتغدى يا حبيبي. اما النهارده البيتلف انت بتحبه قوي يا سي احمد، تعرف ايه؟ حمام بالفريك. يا سلام، طال الخارج الناتج للمرحوم والد التمام. هي كانت ايام كان طول النهار رحمه الله عليه يقعد يزقز في الحمام، مع انك انت وانت صغير كنت ما تحبش الفريك. بعدين رجعت صغير تاني يا بشير، بتعلم الاكل من اول وجديد. ما تقولش كده يا حبيبي. الو؟ ايوه نعمة هاني، متاسفه مش حاضر اجي الليله في الحفل، مشغوله شوي، اكلمك بكره ان شاء الله. بس ربنا. هي حفله المبره الليله؟ ايوه. لازم تروحي، ده عمل ساهمت فيه من الاول ولازم تتمميه. واسيب هنا لمين؟ ها؟ افتح بقك. تسيبه لمين؟ ليه انا؟ انا طول عمري شايل البيت فوق دماغي. اتفضل يا سي احمد. الا تسيبه لمين دي كمان؟ مين بيعمل شغل هنا من 40 سنة؟ انا. مين واخد باله من كل حاجة؟ انا. مين هيفتح الباب؟ انا. انا فكري تروحي الحفلة. قالوا تسلي شوية. اصلك بتتعبي نفسك كتير. ما تشغلش بالك بحاجات زي دي، انا هجيب حد يساعدني.
ما تخافش يا حبيبي. ده عم تولي الفراش. دخلته في اوضه المكتب. ده جه كم مره وانت في المستشفى. خليه يخش يا بشير، ده مش غريب. لا لا، مش عاوز حد يشوفني وانا باكل دلوقتي. اروح له. ازيك يا متولي؟ يعطيك الصحه وطولة العمر. ده انا كان نفسي اشوفك من زمان. كتر خيرك. اعمل لنا قهوه يا بشير. حاضر. زي حال الشغل والمعمل؟ المعمل اتلخبط وتبرجل، والدكتور صادق الله يسامحه ورانا الويل. الله يرحمها ايام زمان. فين حلاقي زيك؟ ربنا عاوز كده، او البركه في الدكتور صادق. هو اذا كان بيظهر شويه شده ولا حاجه، ده من كتر اخلاصه للشغل. اخلاص؟ هو الجنس ده عنده اخلاص؟ وبعدين بقى يا عم متولي. والله يا سيدي البيه، في حاجة موغوشاني ومش قادر اخبيها عنك. موغوشاك؟ خير. انا راجل مؤمن، وقلب المؤمن دليله. قلبي حاسس بان الحادثة دي لها اصل. اصل؟ لكن ايه اللي خلاك تحس كده؟ اصل الدكتور صادق يعني كان جه المعمل قبل الحادثة بيوم، وجه بالليل. وفيها ايه مصادق قال كده؟ اصله غاب كتير في الاوضة، وكان خارج مضطرب. كان بياخد اوراق علشان يسافر تاني يوم. لو كنت شفت وشه هو خارج وعينيه باظه لقدام وبيشهر عرق وبيترعش زي الحرامي اللي خايف يتظبط والبوليس بيجري وراه. قلبي بيقول لي انه هو اللي دبر الحكايه دي، لانه بيكرهك. بيكرهني؟ شرفك انه بيكرهني. ودي حاجه تستخبى كلنا عارفين. لا، انت اصلك تكره صادق علشان كده بتشك فيه. لا يا بيه، انا قلبي دليلي، ومع ذلك هي كلمة قلتها وبكرة يبلك. غريبة، بتقول انه غاب كتير جوه الأوضة وانه كان خارج مضطرب وقعد اكتر من لازم. ايه ده؟ يا عمارة بيبنوه جنبينا. ازيك يا مهدي؟ الله يحفظك يا ست هاني. انا رايحة الالهام بقى يا حبيبي. خديني معاكي يا حبيبي. تتعب نفسك ليه؟ انا هطمنك عليها. لا، انا عاوز ازور الهام وغير الجو شوية. نستأذن بقى يا سعادة البيت. مش اما تشرب قهوتك؟ عفوا يا سيدي. نستأذن يا سيدي البيت. مع السلامة يا متولي. الله يحفظك. بس عاوزك تفوت عليا مرة تانية. احنا نستأذن يا سعادة البيت. ضروري. دي البدلة الكحلي مش كده يا امي؟ ايوه يا حبيبي. تعالي. الهام كانت بتعجبها. قولي لي، شعري متساوي كويس؟ متساوي يا روحي. وكرفتي؟ كل حاجة كويس. كل حاجة كويس. طيب يلا بينا. يلا يلا يا بشير. والله عال تفضل بنتك كده نازلة لفة في البلد وتسيبني هنا اموت من الجوع. ما تقوم تاكل وانت دايما همك على بطنك. ليه دي امال همي على بطن مين؟ على بطن الجيران؟ حكم. احمد بيه والست الكبير. احمد، احمد جه كويس؟ عجبك الشغل؟ اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. اهلا وسهلا امينة هانم. خطوة عزيزة. ازاي يا الهام؟ والله يا ستي مغلبانة، ما عدنا لحد دلوقتي من غير غدا. اصلها عيانة فوق في اوضتها في السرير. ايوه عيانة فوق في السرير. ازاي؟ عندها ايه؟ والله عندها ايه؟ عندها كده شوية دوخة بتجيها كل ساعة. شوية دوخة وكمان شوية ضغط دم. ضغط دم؟ في السن ده؟ مستحيل. ومسيبينها وحدها، مش حد يقعد معاها. الممرضة معاها فوق يا حبيبتي. طيب صح، نطلع نطل عليها. لا 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 لا، دي نايمة قوي خالص ومتغطية خالص. ايوه، والدكتور مانع ما حدش يطلع لها فوق. بعد الشر عليها، ألف سلامة. الله يسلمك. معلش يا حبيبتي مرة تانية.
انا بفكر اجي بالليل اجيب لها الدكتور لطفي زميلي علشان يشوف. لا 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 مفيش لزوم، ما بخير، انا هبقى اطمنك عليها تليفونيا اولا فاولا. انست وشرفت. يلا يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني ورحمه الله وبركاته. انا مت من الجوع. هغديك غدا مودي. لعبنا تنس لما دخنا، وخصوصا ريحه البنفسج دي بتدوخ اكتر. هو في حد قدامنا ولا ايه؟ لكن انا شامل ريحه بنفسج، ريحه الهام. الهام؟ الهام مسكينه عيانه فوق. مفيش حد يا حبيبي. احنا دي من السلم مش شميت ريحه بنفسج؟ كان فعلا هو الدكتور صادق في ايده مضرب التنس. هي والدكتور صادق؟ ايوه، وطالعين مبسوطين وبيضحكوا مش عيان. وليه ما قلتليش في ساعتها؟ الست هو اللي منعني. هي والدكتور صادق لازم متولي عنده حق. يا احمد يا احمد. كنت فاكر بانك اخر انسان يكذب علي، لقيتك بتغشيني زيهم. احمد دلوقتي بس عرفت ان اللي يتحرم من نور عينيه ما يقدرش يعوضهم ولو بعينين اعز الناس عليهم. انا خفت عليك من الصدمه. قلبي عليك يا ابني. مفيش حد قلبه على حد. انا من النهارده مش عاوز حد يعطف علي. يا ترى يا الهام اطمع في السعاده معاكي؟ صادق ده موضوع عايز تفكير، وانت عارف مصاريفي كتير ومهيتك عند بابا مش هتكفي. ده مش مهم، انا هعمل كل جهدي علشان اسعدك. لكن انا مش متعوده اكون تحت امر حد. انا اللي هكون تحت امرك. اذا موافق؟ موافق على ايه؟ تكون العصمه في ايدي. العصمه في ايدك؟ ايوه، انا ما احبش حد يتحكم فيا. لكن دي نغمه جديده يا الهام، ما افتكرش كنت مصممه تقوليها لشخص تاني. ارجوك، ده رايي وانت فرح. فين قولي رايح على فين؟ قولي وفايتني المين؟ قولي العمر معاك، قطعت القلب وراك، ما
قول لي كيف انساك يا جد اللي يا نور العين ظلام بظلام والعين الليل ما تنام من بعدك والله حرام تهجرني يا نور العين عشرت لأحباب خانوا نسيوا لأصحاب مجروحي وقلبي من صعب وكويني يا نور العين انت مين؟ انا وبتعملي ايه هنا؟ انا متاسفه اللي ازعجتك، ده مش بيت شيء غريب. اللي بعتتك سنية هانم مش كده؟ ايوه يا هانم اتفضلي اقعدي يا هانم. متشكرة. انا متأسفة على اللي حصل، ابني انصدم صدمة قوية لازم نستحمله كلنا. معلش يا هانم. على البيع قاعد في الفرن ده بره جياله حالة. انا عرفت انك متعلمة واخلاقك كويسة. انا قعدت سنتين في الجامعة ما تمتيش دراستك ليه؟ والله يا هاني حصل ظروف، والدي توفى ما قدرتش اكمل. سمية هاني قالت لي انك تقدري تبيتي عندنا. ايوه اهلي كلهم عايشين بعيد عن مصر، اذا تفضلي ويانا على طول واعتبريني زي والدتي تمام. يا ترى هشوفه تاني غير العذاب اللي قسيته طول هواني؟ ايه يا ترى هشوفه تاني غير العذاب اللي قسيته طول هواني؟ غدرت بالايام وراحت ايامي ترى هشوفه تاني.
علشان تعبان شوية تحب نندهلك الست نور علشان يقرأ لك الجوابات والجرمين بداله؟ لا طيب انا رايح السوق مش عاوز حاجة من برا؟ لا عشان يا بشير 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 خليك يا احمد بيه فهمتكم ألف مرة اللي ياخد حاجة رجعها مرحة تاني دكتور صادق في جواب لحضرتك انت اللي هات الإزازة دي مطحنة أنا عارف ايه ده مين يصحب الرئيس بالشكل ده من يوم ما اتجوز بنت المدير وهو مش طايق نفسه بسيط وانا بطفي النار انا متاسف كل ده بسببي
صوتك كويس قوي يا انس. متشكره يا بيبي، باين عليك بتحب الموسيقى. انا كنت بحب حاجات كتير لكن دلوقتي خلاص. تسمح لي اكلمك بصراحه شويه؟ اتفضلي. انا شايفه انك متشائم ومستسلم. متشائم؟ امال عاوزاني اعمل ايه؟ انت راجل مؤمن يا احمد بيه، واللي يؤمن بالله يستحيل اليأس يعرف طريق قلبه. ده كلام عظيم، لكن الظاهر بانك بتروحي سينما كتير. سمعت الكلام اللطيف ده في اي فيلم؟ انا بكلمك عن احساس وتجربه. اي تجربه يا مدموزيل؟ انت لسه ساذجه. لو كنت حقيقي بتكلمي عن تجربه كنت كرهت الدنيا، كرهت المجتمع اللي احنا عايشين فيه. غيران منه. لا لا يا انسه، انت لسه ساذجه وبسيطه، لان الحياه ما قاستش عليكي ولا دقتيش طعم الذل والالم. انا اتألمت في حياتي اكتر مما تتصور يا احمد بيه. في حاجه ما اظنش انك جربتيها، حاجه افظع من اي مصيبه تانيه. طبعا انا مقدره. لا انا ما بتكلمش على عينيا دي، ممكن الواحد برضه يتعود عليها. امال عن ايه؟ عن احساس مر قليل، احساس الانسان بانه ضعيف مغلوب، احساس المظلوم انه محروم من انه يدافع عن نفسه، مش قادر ياخد طاره، مش قادر ينتقم. لا يا احمد بيه، الانتقام قسوه. قسوه لذيذه ما يعرفش لذتها الا اللي داق قسوه الناس عليه. والصفح ضعف، والتسامح عدل. الصفح والتسامح والشفقه والرحمه دي الفاظ جوفاء رضوا بيها الضعف علشان يغطوا بيها على ضعفه استكانتهم. الحياه ما ينفعش فيها الا القوه والبطش، اللي يجرح الجرح يجرح اثنين، واللي يعترض طريقة دوس عليه. ابدا ابدا يا احمد بيه، انت غلطان. انا مش غلطان، دي سنة الحياة ما تتغيرش. الضعيف لازم يموت والقوي لازم ينتصر ويسود. الضعيف مش الطيب المسالم. الطيبة ضعف. ابدا ابدا، الطيبة والتسامح والعطف ما فيش انبل منهم. انا كنت زيك كده، وهبت حياتي لخدمة الانسانية والمسل العليا، وادي النتيجة زي ما انت شايفاها. عم متولي الفراش. صباح الخير يا عم متولي. صباح النور يا سيدنا البيت. لا مؤاخذه اللي جيت في وقت يعني غير مناسب. على اذنكم. في ايه يا عم متولي؟ النهارده اتحققت يا سيدنا البيه المية مية ان سارق هو اللي عامل العامله السودا دي. دي من ساعة ما كان بيقرا جواب بحلق عينيه وبقى زي المجنون. يا سيدي انا جاني جواب من الدكتور احمد. جواب؟ اه. جواب ايه؟ بيقول لي فيه يا سيدي اللهم صل على النبي، وارجو ان يتفضل زميلي الدكتور صادق لاتحدث معه عن تجارب مصل السرطان، واسلمه المذكرات الخاصة بابحاثي والتي كادت تنتهي حتى لا تضيع على الإنسانية. الله أكبر، الإنسانية دي عجباني ومكيفاني قوي. حتى لا تضيع على الإنسانية فرصة الإفادة مما يخفف ويلاتها. يا سلام، كلام حلو. أنا عاوزك توصل لحد الدكتور أحمد تفهم منه الحوار الحكاية على أتم ما ينبغي وتجيب منه المذكرات. مكان يبعتهم أحسن ما يعطلني، اصل انا مشغول قوي. ولا نبعت له الدكتور حسني؟ يا ابني يا حبيبي يا سيدي، الحاجات اللي زي دي عاوز الواحد ياخد ويدي. واحمد ولد ناصح ومدقدق، وهو اللي ابتدى الاختراع، وعلى راي المثل اكبر منك بيوم يعرف انك بسنه. حقا لو ينجح الاكتشاف بتاعه ده الدنيا هتبقى نغنغه. ثم انت كنت دراعه اليمين، انت اللي كنت بتساعد، ومين اللي هيفهمه غيرك؟ اصلي ما شفتوش من يوم حكايه جوازي دي. جوازه ايه؟ الواحده كانت مخطوبه لواحد، والواحد ده له واحد صاحبه، قام صاحبه اتجوزها بالنيابه عنه. يجرى ايه؟ يزعلهم من بعض؟ ده هو خلاص الدنيا ما بقاش فيها لا محبه ولا انسانيه. على راي المثل تكون في بقك وتقسم لغيرك. انت دلوقتي تروح حالا زي ما هو قايل في جوابه الساعة 8 بكرة، تقول عنده تجيب منه الاستكشافات والمذكرات بتاعته. حاضر. يلا يا حبيبي يلا. هذه الكتب اهو، والست نور جاية حالا. يا سلام لو كنت نعرف نقرا ونكتب. الا يا خسارة، كانت القراية والكتابة فانتازية في ايامنا. كانت ايام. يا اخي احنا فيها اتعلم. والله انا مش فاهم حاجة. طيب التصوير سهل الواحد يفهمه ويعرف معناه،
لكن المشخبة المخلبة الاسود دي ازاي بتطلعوا منه حكاوى وحواديت انا راح نتجنن. اهو لو اتعلمت تبقى تقدر تفهم المشخبة الملخبط دي. يا سلام على ست نور وهو بيجرى لك، يا سلام يبقى الكلام طالع من بقه كده سي الشيخ، يا سلام عليه، يا سلام يا سلام. ايه عجبك قوي يا بشير؟ عجباني دي قمر منور يجب الباشا، وش ابيض زي البنور، بق زغنت تقولش حاتم سليمان، مناخيره نبقى من الشام، صوته صوت كروان، شعري اسود غتيز، سنان ابيض زي اللولي، جسمي كده ما عندك وزغنتت، خدوده 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 هيبك منها الدم، ودم ايه شربات، والله وبالله شربات يا شيخ. مين دي يا عم بشير اللي دمها شربات؟ ايوه دي دي مراته الاولانيه. ها مراتي؟ ايوه مراتي، حاكم الدم بتاع الجنس بتاعنا يا ست نور، الدم بتاعه كله شربات، والله وبالله شربات يا شيخ، وانا فاهم وانت فاهم عن اسنك. اما انا لقيت لك حته مقاله في المختار حطبتك خالص، الطب اتقدم قوي في علاج النظر، اسمع عم اقرالك. منذ بدء التاريخ والناس يتطلعون الى ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الطب شفاء العمى، وقد اجريت مئات من التجارب لهذا الغرض وباءت كلها بالفشل. اما الان ففي كل مدينة كبرى في الولايات المتحدة اطباء عيون يمارسون هذه العملية الشاقة بنجاح، ويردون الى العمي اطفالهم. حقا ان تطعيم القرنية لا يبرئ من كل انواع العمى، ولكن اكثر من 20 من بين 100 اعمى تنزل بقرنياتهم علات يمكن شفاؤهم منها بهذه العملية. نعم انها معجزة العلم في القرن الحديث. كفاية كده، دي كلها حالات نادرة، انا ما يصحش اضحك على نفسي. انا عارف يا نور اني فقدت بصري ومبقاش هيرجع تاني. وليه لا، انت دكتور وتعرف ان الطب ممكن يداوي كل مرض بس مع تقدم الزمن. سيبينا من الحكاية دي دلوقتي، انا خلاص استغنيت عن النظر خالص، خصوصا بعد تمريناتك اللطيفة دي، وداني بقت زي عناية تمام واحسن شوية. يلا بينا نجرب. دكتور صادق جه. عال دقيقة واحدة يا بشير. يا نور ده زميل قديم جاي يتكلم وياه في الشغل. طب اسيبكم انا. بشير قفلت. اسمع يا بشير، الجواب ده تجيبه كأنه جاي من البوسطة بعد خمس دقايق. فاهم؟ فاهم يا فندم. مساء الخير يا احمد بيه، ازاي الصحة؟ في غاية الشو والله. ازيك يا صادق، احنا اللي مشتاقين قوي والله. وحشني والابحاث عايزاك. في الحقيقة ما كانش حد يقدر على الابحاث المتعبة دي الا انت. العفو، انت اللي فين؟ ايه اللي حايشك من انك تزورني يا اخي؟ والله مكسوف. مكسوف؟ انت غلطان يا صادق، هو كان يخطر على بالك بان انا اسمح لها انها تدفن حياتها مع واحد زي؟ في الحقيقة يا احمد انت انسان نبيل. متشكر. اقعد يا صادق على مكتبي علشان امليك المذكرات اللي عاوز اقولها لك. وهو كذلك. عامل زي المرجيح، الكرسي بيضيق، في ناس بيتضايقوا منه، لكن انا دلوقتي اصبحت الاصوات بتونسني. تعرف اني مبسوط قوي من اهتمامك للابحاث وانك لسه بتفكر في الاعمال الكيماويه. الكيمياء دي هوايتي من ايام ما كنت تلميذ صغير في المدرسه، ده علم نافع مفيد، ولو ان بعض الناس بيستخدموها في اغراضهم السفله زي اللي استعملوا الغازات الخنقه والقنابل الذريه والحاجات دي. ايوه فعلا ده صحيح. في جواب علشانك يا سعد. جواب علشاني؟ من مين؟ والله ما نعرفش. تحب ان ندهلك الست النور علشان يقراهولك؟ لا هاته، انا اخلي الدكتور صادق يقراهولي. ما تخليش حد يزعجنا علشان عاوزين نشتغل. وقفل الباب وراك. حاضر.
اظن احسن اقفل الباب بالمفتاح. بقينا لوحدنا. عندك على المكتب السكينه اللي بفتح بيها الجوابات؟ ناولها لي. دلوقتي اتعلمت ان انا استعمل ايديا كويس. خد شوف لي فيه ايه. جمعية خيرية مش كده؟ ايوه فعلا من جمعية خيرية. بيقولوا ايه يا سيدي؟ بعد التحية نتقدم الى حضرتكم. الله، وحسك بيترعش كده ليه؟ انت مش من انصار الاعمال الخيرية ولا تحب نادي السكرتيرة تقراه لك؟ لا انا حقرا اصلا عندي صداع او النهاردة. بعد التحية نتقدم الى عزاتكم ملتمسين. انت نسيت القرايه ولا ايه يا صادق؟ انا ولو ان العمى حرمني من الكتابه والقرايه، لكن دلوقتي بقدر اقرا افكار الناس. تحب اقرا لك الجواب اللي في ايدك؟ بيقول: يجب ان نبلغكم بان الحريق الذي حدث في المعمل لم يكن قضاء وقدرا، ولكنه كان من تدبير زميلكم الدكتور صادق. فخ منصوب لي. انت اتجننت يا احمد؟ معقول اني اعمل كده؟ انا رغبه الازايز. انا كنت ادين. انت وقعت بلسانك. لو كنت بريء ما قريتش جواب مضبوط ليه؟ انا خفت عليك. اعمل اللي فينك. ايه اي حركه تعملها هسمعها. فاهم انك عاملتني وتخلصت مني، لكن انا هموتك. متشكر قوي يا انسه نور، انت بزورتك واخلاقك خففي عني الامي. انا متاسف بس اللي مش قادر اشوف شكلك زي ما بسمع صوتك، لكن انا متخيلك جميله وخفيفه. انا مش جميله زي ما انت بتتصور. لا لا لا، انا متخيلك تمام. انا بيتهيالي بان شعرك اسود وعينيك سود وجسمك صغنن ومحندق. وايه كمان؟ ودمك خفيف. دي حاجه ما اقدرش اعرفها انا. لكن انا حاسس بيه زي ما انا حاسس بكل اللي بتعمليه علشاني، وعمري ما هنسى اهتمامك بيا. الا قوليلي يا نور، في حاجة عاوز اسألها لك، لكن خايف لا يكون فيها شوية فضول. فضول؟ العفو يا احمد بيه. ارجوك تبطلي حكاية احمد بيري. قوليلي يا احمد بس. الا قوليلي يا نور، مالكيش اصدقاء؟ البنات اللي كانوا معايا في الجامعة. لا ما قصديش يعني مالكيش. لا ماليش. الله، طب وبتضحكي ليه؟ ويهمك قوي تعرف. انا بس كنت خايف ان اكون بعطلك ولا لا. اطمن ماليش. صحيح،
انا سعيد جدا. مش باين عليك، انت دايما قاعد تفكر وشاغل نفسك وعاوز تنتقم. واحده سابتك واتجوزت واحد تاني، ما يصحش ابدا انك. انتم غلطانين، المساله ما هياش علشان الهام زي صادق ما قال. ازاي؟ انا مش ممكن اكون بفكر في الهام. صحيح، انا سعيده، سعيده جدا. وانا كمان يا نور. بسألك مني خايفة أكون بحب بس مش عارفة، وإن كنت بسألك مني خايفة أكون بحب بس مش عارفة. يا مين يا مين يا مين يا مين يقولي يا مين يقولي بحتار عليه، وقلبي ماله بينه إليه، وقلبي ماله بينه سلام. يا سلام، ربنا يهزك يا شيخ. يا سلام، وانا الصوم وهو بيجري كده على اللي بيعنوا بيهزك. بس حاسم على صوابعك وهي بتجري كده على وشي زي صوابع الجزار. الحب مرة في العمر كله، وكل قلب له جنة تتغنى بيها لو يوم تصطب وعشت فيها، والحب جنة تتغنى بيها لو يوم تصطب وعشت فيها. يا مين يا مين يا مين يا مين يقولي يا مين يقولي بحتار عليه، وقلبي ماله بيده إليه، وقلبي ماله بيده إليه. معلش صاحبي، وجه ساعة ولا كله ساعة؟ يعني دي أول مرة بنحلق لك دي؟ احنا بنحلق لك دي كنت خد تعدي كده. انت بتتكلم كتير النهاردة يا بشير. معلش، دي أصول السنة. ونادي ويا اللي قال حبيبي. يا مين يا مين يا مين يا مين يقول لي يا مين يقول لي بحتار عليه، وقلبي ماله بيدق إليه.
افندي اسمه مصطفى عاوز حضرتك. مصطفى اخويا. صباح الخير يا نور. ايه اللي جابك دلوقتي؟ تعال تعال. نعيما الله ينعم عليك. حضرت الورد يا بشير؟ ايوه حضرته ونقيته بايدي ورد ورده من الصنف اللي بيحب الست نور. والله الست نور دي ظريف ولطيف وخفيف وبيحبك. بس بس بلاش لك يا بشير، هات الورد خلينا انت. حاضر. اقعد يا مصطفى، وحشتني خالص. انت سبت المستشفى. خدت اذن وجيت علشان اشوف. وازاي صحتك دلوقتي؟ اخر اشعه عملتها كانت النتيجه كويسه والرئه خفت تقريبا. انا انشغلت عليك لما ما جيتيش الجمعه اللي فاتت. ما انا بعت لك جواب وقلت لك اني مشغوله شويه. الجواب وحشني، خفت لحسن تكوني عيانه ولا حاجه. ميرسي يا حبيبي. مش عاوز حاجه علشان انا واصل لحد الجنينه؟ لا كتر خيرك، روح انت يا بشير. مالك يا نور؟ خايف ومضطربه كده ليه؟ لا مفيش، بس يمكن احمد بيه ينزل دلوقتي. طيب ومالك؟ اصلي ما قلتلهمش ان ليا اخ في المستشفى وعيان بسر. ارجوك يا مصطفى تفهمني. انا فاهم كويس ان العياده الناس بتخاف منه. انا ما حبيتش اتكلم لغايه ما تخف وبعدين اقول لهم كل حاجه. انا مش هرجع المستشفى الى اخر النهار، ولازم نقضي اليوم ده مع بعض. عاوزين نروح حته هاديه بعيده عن الناس نقضي اليوم فيها. انا نفسي يا حبيبتي نرجع زي زمان، اعيش مع بعض بشقه صغيره واعمل كل جهدي علشان تعيشي مستريحه ومتهنيه وتسيبي الشغل ده. انت ما اتخلقتيش علشان تشتغلي، انت اتخلقتي عشان تعيشي في البيت والناس هم اللي يخدموك. وانا هعمل كل اللي في وسعي عشان اوفر لك السعاده واعوض لك التعب اللي شفتيه بسببي انا. وديني اوضتي يا بشير. اوضتك؟ ايوه حالا. اتفضل. امينه هانم واحمد دي ناس طيبين جدا وما ظنش يقولوا اي حاجه لما صارحهم بالحقيقه. ده بقى ايه يا احمد؟ في ايه يا حبيبي؟ ولا حاجه، تعبان شويه متضايق. انا يا امي قررت اني اسافر لبنان. لبنان؟ ايوه لبنان، يمكن التغيير يفيد صحتي. اللي يريحك. وطبعا هتاخد نور معاه. لا خليها وياك علشان تعتني بيك هنا. مش ممكن تسافر وحدك؟ مش عاوزها وياي. الله سيبيني على راحتي يا امي ارجوك. طيب طيب يا حبيبي زي ما انت. الفطار جاهز. اسمع يا بشير، عاوزك بكره تروح تحضر لنا باسبورتين علشان نسافر. الف مبروك يا سي احمد، والله انا قلبي كان حاسس. ربنا يزيد. يا سلام. الغريب ان انا برضو كنت عملت الباسبور للمرحوم ولدك والست حالم لما جم يتجوزوا. بس بس يا بشير انت اللي مسافر ويا انا، مش حد غيرك. ها؟ النهارده الجو لطيف خالص، الشمس ماليه الجنينه، بس مش عارفه من اللي سبقني ولم الورد. اتفضل ننزل تحت. لا انا هستنى هنا في اوضتي. انا جبت لك كتب جديده. متشكر. طب والبيت اللي قلت هنكتبها للوزاره؟ مش ضروري. في ورايا مشوار صغير، فإذا كان ممكن ناخد الحاجات دي قبل ما امشي. تقدري تتفضلي تروحي دلوقتي. بس مش أحسن نخلص الحاجات دي قبله؟ أوه أرجوكي تسيبيني لوحدي، تقدري تروحي مطرح ما عاوزة وقت ما أنت عاوزة. يا ملهم الحب
أذوب حبا بلا حبيبي، تعال واسمع أليل قريب يفيض بالدمع والنحيب، يفيض بالدمع والنحيب. حصل حاجة؟ انتوا بصوا لي كده ليه؟
عاملين مراقبين عليا؟ انا بستغرب ايه اللي مغيره بالشكل ده؟ مش عارف اشتغل حاجه اليومين دول. اصل مراته مورياه الويل، يعني ما بتسمعوش عن اعمالها اللي تسود الوش دي، سرتها في بق كل الناس. الله الله الله، والله عال ما نفتحها خمارة ونخلص. وبتشرب ايه على كده؟ تضرب واحد من معازيمنا استناه بره، دي اصول الحفلات يا حبيبي. اما مالكش حق، ده كلام ايه ده؟ هو ده تأتى؟ بس لو اعرف هو فين كان الواحد ارتاح شوية. بكرة يرجع بالسلامة ونعرف كل حاجة. ده بقى لي 3 اشهر من يوم مسافر، انا خايفة يكون جراله حاجة.
بعد الشر يا هاني، ما تقوليش كده. انا بعت جواب للقنصلية المصرية في بيروت، ولما يجي الرد نعرف كل حاجة. دي اول مرة بيسافر بعد المصيبة اللي جرت لنا. سلامي تانيك يا حبيبي. قلبي. سلامتك يا هاني. عبدو عبدو، ادي يا دكتور لطفي. لازم تستريح ولا تتعبش نفسها ابدا. ليه ما بتعملش حاجه ابدا يا دكتور؟ لازم تعيش في جو هادي لان قلبها تعبان، واي خبر محزن او مفرح ياثر على صحتها. الحقن دي لازم تاخدها عند ما تجيلها الازمه. اشكرك يا دكتور. العفو. لا اخرك لحد دلوقتي. انت ايه اللي مقعدك لغايه دلوقتي؟ مستنيك يا هاني. ميرسي. ومين قالك تستناني؟ والله بصفتي جوزك خفت يكون حصل حاجه لا سمح الله. لا ما تبقاش تخاف عليا. طبيعي مش هخاف عليكي، لاني شايف ناس كتير بيوصلوكي. انا ما اسمحلكش تكلمني باللهجه دي، ده شيء يجنن. خلاص زهقتي؟ طبعا زهقت. ده عايز تجنني يا اخي؟ ايه يا بنتي في ايه؟ مالك بتزعقي ليه؟ انا عارفه اسالي. زعلانه اني بسالها اتاخرت ليه. تسالها اتاخرت ليه وانت مالك؟ ليك عندها ايه؟ عايز تموت لي بنتي؟ ازاي يا هانم دي مراتي. ما هي دي غلطتي. يا عيني على وقعتك الكحلي. انت يا اخويا تقدر تسالها لي رايحه منين وجايه منين ليه؟ هو انت ايه، وكيل نيابه؟ اطلعي يا بنتي قدامي. ودي جميلك فين؟ تعب نفسك معايا. تعبك راحة يا هاني. برضو ما جاتش اخبار من احمد. وبعدين بقى احنا قلنا مش هنفكر في الحكاية دي. غصب عني يا دي. ادي كلام الدكتور، انا هقابله بذلك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. ده احمد. السلام يا سيدي. اهلا ازيك يا حسن؟ الله يخليك. مبسوطة؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا احمد بيه. الزنور؟ ازاي؟ احنا انشغلنا عليك قوي عشان ما بعتش اي جواب. فين ام المال؟ هي مش موجوده ولا ايه؟ لا موجوده في اوضتها بس ملهاش كيف شويه. ازاي الشغل يا بنتي يا حسن؟ كل حاجه تمام يا عم بشير. ما زيتو ماما. معلش برضه يا امي، تعرفي لولا حصلت لي النوبه القلبيه ما كنتش حتى قلت لك. انت اغفى عليك يا حبيبي. انا عاوز اعرف الناس على حقيقتها.
مفيش لزوم. الحمد لله انصرف التعب. الحمد لله. احنا بعتنا للدكتور جودة. بشير ازيك يا بشير؟ الله يسلمك يا ست عالم. والله ما في حد زيك ابدا. احنا كنا متغوشين عليك خالص. اما يا ست هانم احنا لفينا لف واتفرجنا فرج. فاكر من 40 سنه لما سافرنا مع المرحوم البيه الكبير؟ كنت انت لسه ما اتولدتش. ايه كانت ايام. اما يا ست هانم المرات اتفرجنا على امارات. يا سلام كل اماره اماره فين. ايوه كل اماره اماره قد كده يا ست هانم في لبنان. بس قد كده بس. يلا بينا نخرج علشان نسيب امي تستريح. مش تقعد معايا شويه يا احمد؟ لا يا امي معلش انت محتاجه دلوقتي للراحه. والله يا احمد بيه احنا كنا مشغولين علشانك. انا متشكر يا انسه نور على العنايه اللي اعتنيتيها بامي في اثناء غيابي. العفو يا احمد بيه انا ما عملتش حاجه. بالعكس انت قمتي بكل المطلوب منك وعلشان كده اديتهم امر يحضروا لك شيك مكافاه ليكي. بالشكل ده محدش يبقى له فضل على حد. الله احمد بيه انت اتغيرت خالص. انا مش فاهم ليه بتقولوا عليا اتغيرت. كل المساله ان انا بقيت عملي. كل شيء وله ثمن حتى الابتسامات والدموع والعواطف. حضرتك تقصد مين بكده يا بشير؟ ده مبدا بينطبق على معظم الناس. بشير عفلت وحياه ابوك اضرب تليفون في المعمل واسال على متولي علشان اذا كان هناك نروح نزور الليل. اوكي. الواحد مش لازم ينسى اصحابه القدام مش كده ولا ايه يا انسه؟ يا الف حمد لله على سلامتك يا سعاده البيت. الله يسلمك يا عم متولي. كويس والله اللي لقيتك. انا كنت خايف لما تكونش ورديتك الليله. امال بقى تكبر بخاطر وتشرب كوبايه شاي. وهو كذلك. اسمع يا بشير عفن. روح انت لحد الاجزخانه هات الدواء. اورايت. اهلا وسهلا يا سعاده البيض. احنا زرنا النادي النهارده. متشكر يا عم متولي. وازاي الحال مبسوطين؟ اهو والدكتور صادق ربنا يورينا فيه يوم. كان طلع على جتتنا البلد ده. انا بقى مدخله القهوه ومتهيالي احط فيها سم علشان تهري مصارينه. الله يا عم متولي جرالك ايه؟ خليك انت بعيد عن الافكار دي. ده يستاهل تقطيع جتته. قول لي هو لسه برضه بيعمل تجارب وسرطان؟ لا وداير حايش. ايه سرطان ايه يا ده يا تقطع سيرته. اتفضل بقى سعادتك اما ايه اولع على الشاي. طيب. هنعملهم على بعض وتقول لي خد بيدي برضه يا بشير؟ لا انت حقك انت اللي بقى تاخد ايدي. يا سلام مش كله هزار يا اخي. انا ليا مصلحه في كده. اعمل اللي بقولك عليه. اه دي حاجه تانيه بقى. اتفضل. ميرسي يا حبيبتي. انت تعبتي نفسك علشاني قوي. مش تيجي معايا؟ ما ظنش. احمد بيجي ولو خرجت يمكن. يعني اروح لوحدي؟ انا عاوزك وياه. معلش يا مصطفى. بعدين الشقه ما تعجبكيش وترجعي تتضايقي.
ما دام حكون معاك ما يهمنيش، ان شاء الله نسكن جاش. ده انا بتمنى اليوم ده من زمان يا مصطفى. مع السلامه يا حبيبي. مين هنا يا انسه؟ ده مصطفى اخويا. اخوكي؟ انا اسف يا احمد بيه اذا كنت معاك. الهان عرفت انه خرج من المستشفى وقالت لي خليه يجي وانا اديله جواب توصيه عشان يشتغل. دي اول مره بيجي هنا؟ لا جه مره قبل كده. جه قبل ما سافر باسبوع اظن كده. تشرفنا مصطفى. انا سعيد جدا يا مصطفى افندي. متشكر خالص. نور افندي خديني اوضتي. عايز امليكي كلمتين. حاضر مع السلامه يا حبيبي. ليه خبيتي عليا انك يا اخي؟ مش عيب تكذبي؟ الكذب عيب لو كان قصدي اضر حد. وتفتكري انك ما ضرتيش حد؟ بالعكس انا خبيت عشان فيه ناس بيتضايقوا ويتشائموا من الامراض دي. ما علينا، اتفضلي اقعدي واكتبي. ارجوك. اتفضل. حبيبتي. حبيبتي؟ انا هنا بشتغل سكرتيرة اعمال مش سكرتيرة. تفتكر اني لازم اجيب لي سكرتيرة خصوصي علشان جواباتي الغرامية؟ من فضلك اكتبي. حبيبتي. حبيبتي ايه؟ انت تكتبي اللي امليه عليكي وبس. اكتبي من اول السطر. لقد ظلمتك وكنت اعتقد انك كسائر النساء لا هم لها الا اللعب بقلوب الرجال، ولكني اكتشفت بالصدفة السعيدة انك انبل فتاة التقيت بها، فاسمحي لي ان اركع تحت قدميك. ما قلنا فاني اركع تحت قدميك طالبا الصفح. كتبتي؟ ازاي عايز تكتب لها كلام زي ده؟ هي مين؟ الهام. مش عرفك انه الالهام؟ هو انا معرفش بنات غيرها؟ ما كنتش فاكرة. عرفتها في لبنان؟ لا عرفتها هنا. ارجوك ما تضيعيش الوقت. متأسفة. اكتبي. تركعه تحت قدميها. وبعدين ما تفتكرش انك تنزل من عينها لما تقول كلام زي ده؟ لا دي انسانة ممتازة. انا خايفة تكون مخدوع وترجع تتألم تاني. بالعكس ده انا افتكر انك لما تشوفيها هتحبيها انت كمان. دي بنت لطيفة قوي، جسم صغنطط ومحندق، وش ابيض زي البنور، شعر اسود غطيس، سنان زي اللولي. زي مرات بشير. الا دمها، ده دمها زي الشربات. ده تحسني في شكلها. احمد انت قصدك نور؟ يلا بينا نكمل الجواب. الجواب وصلها خلاص. وعرفت اللي فيه؟ وما به صار معنوي. وردها ايه؟ سامحتك خلاص. اذا نكتب لها جواب تاني. عشان مادام سامحتني هطلب منها تضحية تانية. ما افتكرش ترفض لك طلب. وما تتضايقش. بالعكس. وتضحي بحياتها جنب واحد عاجز ما بيشوفش. هتكون له نور عينيه وتسعد حياته زي ما هيسعد حياتها. هتتحرم من الفسح والتياترات. كفاية عليها تكون جنبه. تفتكر انها ترضى تتجوزه؟ ده كل مناها. بس عيبها انها بتعيط ولا معهاش منديل بتمسح عينيها بايديها. احمد حبيبي ازاي حصل؟ دي معجزة الطب اللي كنت بتتمنيها. اوعى تتحرك انت وهو وهي لحد ما نجيب الدكتور. وهنجيب معانا الشربات. شربات؟ والله وبالله الشربات. يا سلام. النهارده ما تحسبش من عمري يا اخي، وفاضل حاجه واحده بس. لما تنتهي بنجاح هبقى اسعد واحد في الدنيا دي. هي ايه؟ انا عشت طول المده دي بامل واحد، وهو اني انتقم من صادق اللي هدم حياتي وذلني. احمد الحقد عمره ما يسعد صاحبك. شوف كرم ربنا رجع لك نظرك. تقوم تعصى اوامره. بالعكس انتقامي من صادق يعتبر عمل خير، حريح العالم من شروره.
انا ضميري مستريح وراضي عن اللي عملته. عملته؟ عملت ايه؟ اللي عمله فيا بالظبط. كلها دقايق واول ما يبتدي يشتغل ينفجر المعمل ويطير وشه. لكن ده اجرام. ده انتقام. العين بالعين والسن بالسن. بتعمل ايه لحضرتك؟ تخلص لحضرتك؟ ما هو ايه جاتك البلد صباحك نايم برضه جاتك. لو كل واحد خطاره بايده تبقى الدنيا مجزره. ارجوك سيبينا من الموضوع ده. يلا بينا الام نفرحها وخطبتنا. خطبتنا؟ انت عاوز تبني سعادتنا على الانتقام؟ عاوز تلطخ زواجنا بالدم؟ انت تنتظر مني اعيش وياك وبيننا شبح الجريمه؟ احمد فكر في سعادتنا ومستقبلنا. تاكد لو ان الجريمه دي تمت هتقضي علينا. هتعيش طول عمرك طريد العداله. ان ما كنتش هتيجي معايا حالا انا هروح بنفسي. نور ربنا يخلف عليك بالحلال ولا يحرمك من نور عينيك. مدى وفد بجاش؟ لا اقسم له مين؟ فاضل 5 دقايق على الميعاد. احنا قلنا نيجي النهارده بدري شويه عشان نخلص الشغل اللي في ايدينا ده. زي ما كنت انا متوقع. ما تخافش انا جيت عشان انقذك. خلي مظلوم انا ما عملتش حاجه. تبي تروحي بقى تجيبي الحاجه اللي انت عايزاها وتبعتي لي العربيه على هنا. الله مش عربيه احمد دي؟ على كل حاجه ماليش اي حياه. انت دبرت جريمتك باحكام لك ربنا نجاني. انا سامحتك. هو اللي دبرها ازاي وما قلتليش ليه؟ انت تعمل كده اغفر حياه اتقي شر من احسنت اليه. ما كنتش افتكر انك سافل بالشكل ده. انا مش ممكن اعيش وياك. انت مش كردي ولا عرفك. انا متشكر يا الهام هانم على الشعور النبيل ده. عن اذنكم على عموم المساله انتهت. الحق ضميري.